بسم الله الرحمن الرحيم. البروتوكول اللي هنتكلم عنه دلوقتي بروتوكول NFS Network File Sharing. النتورك فايل شيرنج ده النيتف بروتوكول بتاع الشيرنج في لينكس، تمام؟ وكان معمول اساسا ايام انظمه اليونكس القديمه، فهو اوريدي معمول على انظمه اليونكس وستيل موجود معانا فين في اللينكس، تمام؟ اخر فيرجن اتعمل من ال NFS اللي هو فيرجن 4، وده الريد هات 7 شغال عليه باي ديفولت. بس مثلا لو السيرفر شغال على فيرجن 4 وكان عندي كلاينت شغال عليه مثلا فيرجن 3 او فيرجن 4 او فيرجن 2 مثلا، السيرفر ساعتها بيرول باك ان هو يشتغل على فيرجن 3 او يرول باك على ان هو يشتغل فيرجن 2 على حسب الكلاينت شغال فيرجن كام، تمام؟ طيب ال NFS فيه شويه مشاكل. احنا اتفقنا ان ده بروتوكول ايه؟ الشيرنج في العالم بتاع اللينكس، تمام؟ فيه شويه مشاكل. اول مشكله فيه ان هو ملهوش ستاندرد بورت. يعني احنا عندنا اغلب البروتوكولات اللي موجوده معانا بروتوكول معين مثلا بيبقى ليه بورت معين، فلو في فاير وول ما بين الكلاينت وما بين السيرفر هبقى عارفه هفتح انهي بورت على الفاير وول. مشكله ال NFS ان هو ملهوش ستاندرد بورت، تمام؟ وهو برضو في نفس الوقت مبني على بروتوكول او بيعتمد على بروتوكول اسمه RPC bind. ال RPC bind بيشتغل على اتنين بورت UDP و TCP 2049 و TCP و UDP 111. يبقى لو في فاير وول ما بين الكلاينت وما بين السيرفر، اولا هحتاج ان انا افتح البورتس دي الاتنين دول علشان اوريدي بروتوكول ال R، علشان بروتوكول فين 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 ال RPC مش عارفه راحت فين، كاتبها فين، ما علينا، عشان بروتوكول ايه ال RPC اهي، تمام؟ وفي نفس الوقت المفروض ابقى عارفه البورت بتاع ال NFS. طب لا انا عايز اعرف البورت، او اتليست مثلا ممكن ان انا اثبت البورت. في طريقه فعلا ممكن ان انا عن طريقه ان انا اثبت البورت. ايه هي؟ ان انا ادخل جوه الكونفيجريشن فايل بتاعه /etc/syskonfig/nfs وبايدي اثبت البورت، ويبقى ساعتها انا عارفه هو يشتغل على بورت كام، فافتح البورت ده على الفاير وول، تمام؟ دي مشكله في بروتوكول ال NFS. عندي مشكله ثانيه، ايه هي؟ انه مش بيسبورت الاوثنتيكيشن. يعني ايه؟ يعني دلوقتي اليوزر هيبقى مثلا برميتد انه يدخل على الشير او دينايد، تمام؟ لكن عمره ما هيكتب يوزر نيم وباسورد، على عكس بروتوكول اسمه الصمبا هنخلص ده وندخل فيه باذن الله، تمام؟ لا ده في الصمبا ممكن اقول اليوزر ده من حقه يدخل على الشير، لكن اليوزر الثاني مش من حقه يدخل على الشير، تمام؟ يبقى بروتوكول ال NFS doesn't support الاوثنتيكيشن، مش بيسبورت ان يوزر يدخل بيوزر نيم وباسورد معينين، تمام؟ مشكله ثالثه، ان اليوزرز كلهم من حقهم ان هم يشوفوا الشير، هم مش هيبقى ليهم اكسس، بس هيشوفوا السيرفر ده مشير ايه حتى لو ما لهمش اكسس عليه. يعني انا مثلا هقول نتورك 192.168.1.0 دي اللي من حقها ان هي تدخل على الشير، تمام؟ الناس اللي في نتوركس ثانيه هيشوفوا الشير، مش هيدخلوا على الشير، بس هيشوفوا ان السيرفر ده مشير حاجه زي دي او اللي هو الدايركتري ده، تمام كده؟ يبقى تاني مشاكل ال NFS، اولا مش بيشتغل على ستاندرد بورت، بس ممكن احل المشكله دي عن طريق اني بلعب في الكونفيجريشن في الفايل ده، تمام؟ بثبت البورت. المشكله الثانيه ان هو doesn't support الاوثنتيكيشن، معنى كده ان الناس كلها من حقها ان هي تدخل على الشير طالما قاعده على الجهاز ده. يعني مثلا ممكن اقول ان الجهاز ده من حقه يدخل على الشير بتاع السيرفر، يبقى اي يوزر هيقعد على الجهاز ده من حقه يدخل على السيرفر، تمام؟ مش بيسبورت الاوثنتيكيشن. تالت مشكله فيه ان اليوزرز حتى لو ما لهمش اكسس على البرميشن او ما لهمش برميشنز ان هم يدخلوا على الشير، فستيل من حقهم ان هم يشوفوا السيرفر مشير ايه، تمام؟ الكونفيجريشن بتاعته سهله جدا جدا جدا. اول حاجه خالص المفروض ان انا بسطب الباكج، تمام؟ الباكج بتاعته اسمها NFS-Utils، والباكج دي واحنا مسطبين الجي او اي بتبقى اوريدي انستولد باي ديفولت، يعني انا اصلا مش محتاجه ان انا اشيرها او ان انا اسطبها. تشيك كده بسرعه، يم ماينس واي انستول ان اف اس داش يوتيلز، يم ريبو ليفت. طب نعمل هنا كده ريبو بسرعه، فيم سلاش اي تي سي، هو ده كلاينت وانا برضه عمال اقول المكنه دي، سوري ما اخدتش بالي، كويس انك اخدت بالك. يوم ريبو ليست ده عليه ريبو، انا فاكره ان احنا عاملين امبارح الريبو ده. يوم ماينس واي انستول ان اف اس داش
utils، قال لي nothing to do لان هي اوريدي ايه متسطبه. تمام. بعد كده الخطوه اللي بعديها اقوم السيرفس، فاقول له system control enable nfs dash server system control enable nfs dash server. طبعا عشان احطها في الستارت اب وهعمل لها كمان ستارت عشان تشتغل. تمام. بالمناسبه طالما جينا في الحته دي، كان في الباكجز القديمه او الديستريبيوشنز القديمه من ريد هات كان اسم السيرفيس ان اف اس بس، انما ابتداء من ريد هات 7 بقى اسمها ان اف اس داش سيرفر. تمام كده شغاله معايا. تمام. نتاكد بس تو فيريفاي ستيتس كده اكتف ومحطوطه عندي في الستارت اب. اخر حاجه بقى اشير بقى الداتا اللي عندي، زي مثلا هكاري الدايركتوري mk داير، او نحط مثلا انا عندي ls سلاش داتا، او في عندي سلاش داتا. تمام. هدخل بس تحت سلاش داتا واتاتش شويه ملفات 1 2 3. تمام. وهببلش او هشير الدايركتوري اللي اسمه سلاش داتا. هشيره ازاي؟ كل اللي فيها اني هدخل على ملف اسمه exports، الملف ده تحت سلاش اي تي سي. الملف ده فاضي. تمام. بيتكون من عمودين، الحكايه كلهم عمودين واحنا اللي بنعملهم. العمود الاولاني ان انا بحط فيه مسار الداتا اللي عايزه تشير، انا حطيتها تحت مين؟ سلاش داتا. تمام. العمود الثاني بحدد انهي شبكات او انهي اي بيز من حقها ان هي تدخل على الشير. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اقول له كده اوفر 24، يبقى ده معنى ايه؟ ان شبكه ال 192.168.0 بالكامل من حقها ان هي تدخل على الشير. تمام. او ممكن اقول له كده مثلا، يبقى ده معنى ايه؟ الاي بي ده بس اللي من حقه ان هو يدخل على الشير. ممكن اني تمام. ممكن برضو تقول له باسم الدومين، يعني مثلا ec.st.com، يبقى ده معنى ايه؟ كل اي حد تبع الدومين ده من حقه ان هو يدخل على الشير. bc1.ecst.com bc2.ecst.com. تمام. او لو انت عايز مثلا تخلي جهاز واحد بس bc1.ecst.com، يبقى انا كده حددت الجهاز ده بس هو اللي من حقه يدخل على الشير. تمام. انا هخلي دلوقتي النتورك بتاعتي كلها، احنا مخلين النتورك بتاعتنا كنا غيرنا الاي بي هات ل20 عشان كان عمل كونفليكت. تمام. هخلي دلوقتي شبكة ال 192.168.0 كلها من حقها تدخل على الشير. تاخد برميشن ايه؟ ممكن البرميشنز بتاعتي تكون ريد اونلي، ممكن البرميشنز تكون ريد رايت. تمام. ممكن مثلا دلوقتي التست كده اخليها ريد اونلي وسينك. ايه سينك دي؟ انا مش محتاجة ان انا اكتب سينك، سينك دي اصلا الديفولت. فكرتها ايه؟ ان انا دلوقتي اي فايلز بكريتها جديده على السيرفر تسينك على طول او تسر على طول عند الكلاينت، وده فعلا الديفولت. تمام. ممكن البرميشنز كمان تكون روت اندرسكور سكواش. تمام. او ممكن تكون نو روت سكواش. يبقى اخدنا دلوقتي كذا برميشن تاني انا كاتبهم هنا. البرميشنز ممكن تكون ريد اونلي. تمام. او ريد رايت سينك فهمناها. تمام. روت سكواش وده الديفولت، ونو روت سكواش هنتكلم عنهم دلوقتي الاثنين بالتفصيل وهنعمل لاب عليهم دلوقتي برضو ان شاء الله. تمام. طيب نعمل حاجه كده الاول بقى، احنا اتفقنا تاني ان انا هخليه الشير ده هخليه ريد اونلي بس، انا كده خلصت ومفيش هنا مسافه، انا بحدد النتورك ريد اونلي ما بين قوسين وخلاص، والبرميشنز كلها ما بينها اسمها ايه اللي هي الكوما. تمام. انا كده خلصت. طالما عملت اديت في الملف ده يبقى مصد ان انا اعمل ريلود للسيرفيس للسيرفيس بتاعتي، ريستارت للسيرفيس بتاعتي. فاقول له سيستم كنترول ريستارت السيرفيس اللي اسمها ان اف اس داش سيرفر. ممكن ممكن وفي حاجه احلى منها كمان دلوقتي هقولها لك. باسورد او ريلود. تمام.
الاول كده تشيك على الكونكتيفيتي ما بيني وما بين السيرفر، في كونكتيفيتي تمام، علشان الكلاينت بقى يقدر ان هو يدخل على الشير بالمره كده صحيح، عشان اضمن ان مش يحصل عندي مشاكل. سيستم كنترول ستوب فاير رول دي، هي مش هيعمل معايا المشكله في السيت ان، بس ماشي اوكي سيت انفورس. بس هنا الاس اي دي لوكس ما بيعملش مشاكل اساسا، في الان اف اس ما بيعملش مشاكل، في السامبا بيعمل، انما فينا لا. تمام، لو جيت هنا دلوقتي عايزه اشوف كل الشير اللي موجود على السيرفر، عندي امر اسمه شو ماونت ماينس اي، انا عايزه اشوف الشير اللي موجود على انهي سيرفر، دوت 2 دوت 100. قال لي دلوقتي السيرفر ده متشير عليه داتا تحت السلاش دي. تمام، الفكره تاني ان حتى اليوزر لو مش من حقه ان هو يشوف او مش من حقه ان هو يدخل على الشير، برضه ستيل هيشوف الشير. بمعنى لو انا جيت هنا دلوقتي على الملف ده وعملت ايديت وقلت ان مش من حق حد يدخل يشوف الشير ده او يدخل على الشير الا زي مثلا واحد، ايوه لا لسه، لو انا غيرت دلوقتي زي ما بقول لك النتورك كده تمام، انا سمحت النتورك تانية خالص هي اللي برميتد ان هي تدخل على الشير. تمام، لو جيت هنا قلت له ريستارت للسيرفيس واجي على الكلاينت، لو قلت له شو ماونت ستيل ايه؟ ستيل شايف، رغم ان هو ملهوش بيرميشن عليه. تمام، طيب هرجع بس دلوقتي كده الاي بي عشان نشوف بقى الكلاينت ازاي هيقدر ان هو يدخل على الشير ده. طب ما دي من ضمن العيوب بتاعت ال ان اف اس، هو بروتوكول فيري ليميتد جدا مقارنه ببروتوكول السامبا اللي هناخده كمان شويه ان شاء الله. انا عن نفسي لو اضطريت اشتغل شيرنج انا اشتغل سامبا، انا ما بشتغلش ان اف اس. تمام، هو الشير ابتدائي الايه؟ الشيرنج ده كله بروتوكولات شير يعني؟ اه، ايام ال ان ايه لما كنت بقول لكم بروتوكول الشيرنج على الويندوز اسمه السامبا، بروتوكول الشيرنج على لينكس هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. عملي بقى تمام، دبليو كيو واعمل ريلود للسيرفيس، لو جيت هنا على الكلاينت نتاكد بس كده ان الدنيا شغاله معايا تمام. اوكي، عشان الكلاينت يقدر بقى ان هو يدخل على الشير ده بيعمل له ماونتنج، بيعمل له ايه؟ ماونتنج. يعني بس انا هقول له هنا ام كي داير واسميه مثلا ماي داتا. تمام، بيعمل ماونتنج ازاي؟ هيقول له ماونت مسافه سلاش سوري الاي بي هي 192.2.100، الشير اسمه كان اسمه ايه هناك؟ كان اسمه داتا سلاش داتا سلاش داتا، هحطه عندي انا هنا تحت ايه؟ ماي داتا كده انا قدرت اكسسه. لو دخلت بقى تحت ماي داتا انتر ال اس، مش هي دي؟ اوعى تقول وقفت، اوعى تقول وقفت يا مسهل. انجز لغايه ما ربنا يقوم بالسلامه كده، ما فيش عندي هنا مشاكل. زيرو تنجز يا عم، يلا التهيسه بتاعته فكت اهو الحمد لله. اول ما قلت له ال اس قلت له كنترول سي الاول هنك شويه كده، اول ما قلت له كنترول اس ايه اللي حصل؟ شافني الشيرد داتا. لا ما هو كان واقف، لا كان واقف وسط العمليه، لا وكنت موقفاه فوق ملوش علاقه. الاس اي لينكس بيعمل مشاكل في السامبا ما بيعملش مشاكل في الان اف اس. تمام، انا كده كده كنت موقفاه، دي تهنيجه عاديه تهيسه عاديه يعني ما فيش مشكله، النتورك بس كانت بطيئه ما بين المكانتين شويه. تمام، المهم دلوقتي ان الكلاينت قدر فعلا يدخل على مين؟ على الشير. طيب لو جيت هنا قلت له دي اف مسافه ماينس اتش، لقيت هنا فعلا تحت سلاش روت سلاش ماي داتا متشير ايه؟ معمول ماونتنج لمين؟ للفايل شير ده. تمام، ببروتوكول ان اف اس 4، ببروتوكول ايه؟ الفيرجن اللي احنا شغالين عليه ان اف اس 4. تمام، طيب بالمناسبه بقى كان ممكن بدل ما انا اقول له ريلود او ريستارت للسيرفيس ريكومندد ان انا اقول له اكسبورت اف اس مسافه ماينس ار او اكسبورت اف اس مسافه ماينس اف. ليه؟
لو انا دلوقتي في سيشن اوريدي رانينج اوريدي استابليشت ما بين كلاينت وما بين سيرفر وانا جيت عملت ريستارت للسيرفيس بتاعتي, اي سيشن شغاله دلوقتي هتديسكونكت. يوزر مثلا كان داخل على السيشن دي تمام, جاست ان انا اعمل ريستارت للسيرفيس اي السيشن دي ايه هتديسكونكت. لكن ميزه الامر بتاع اكسبورت اي اف اكسبورت اف اس مسافه ماينس ار ان ده هيعمل ريريد للكونفيجريشن فايل بس من غير ما يعمل ترمينيشن لاي اوبن سيشن شغاله تمام. لو هيس شويه ومش عايز يشتغل ممكن اقول له ماينس اف, ماينس اف يعني فورس تمام. اجربهم كده بسرعه, لو قلت له هنا على السيرفر اكسبورت فايل سيستم ماينس ار وماينس اف تمام. طيب اللي انا عملته دلوقتي ان الفايل سيستم بتاعي فولاتايل, لو جيت عملت ريلود السيستم بتاعي كل حاجه هتضيع. احنا متفقين قبل كده ان انا عايزه الفايل سيستم لو يفضل ماونتد باستمرار حتى بعد الريلود للسيستم المفروض ان انا بعمل له ايه, احطه جوه الملف اللي اسمه اف اس كاب تمام. فهو ده اللي انا هعمله دلوقتي, هيجي على المكنه بتاعت الكلاينت تمام. الاول كده يو ماونت ماي داتا كده, انا عملت لها يو ماونت ليه؟ علشان لما احطها في الاف اس كاب اتاكد فعلا شغلي تمام ولا لا. فاقول له فيم على السلاش اي تي سي اف اس تاب انتر, هاجي كده في اخر الملف ده انت تمام, واقول له الداتا بتاعتي تحت مين. طيب انا هحطها عندي تحت سلاش روت سلاش ماي داتا معايا تمام. الفايل سيستم بتاعي ايه؟ ان اف اس بس, مش ان اف اس 4, ان اف اس بس تمام. تاب ديفولت بتاعت الاوبشنز تاب 0 0, مش ده اللي احنا متعودين عليه. اكبر غلطه بقى اللي انا عملته هنا ان انا استخدم ديفولت. ليه؟ لو السيستم بتاعي دلوقتي اتعمل له ريستارت وكان في انستيشن ما بين الكلاينت وما بين السيرفر ما اتعملهاش استابليشمنت اثناء ما الكلاينت كان بيقوم, الكلاينت هيحاول ان هو يعمل ماونت للفايل سيستم ده بس دلوقتي مش قادر يوصل للسيرفر, فهيعمل ايه؟ هيدخل في الامرجنسي مود ويقف على كده وانا مش عارفه ان انا اكونكت على السيستم بتاعي تمام. فعشان كده مش ريكومند نهائي ان انا اكتب ديفولت. امال اعمل ايه؟ ريكومند ان انا اقول له اندرسكور نت ديف. نت ديف اختصار نتورك ديفايس. يعني ايه نتورك ديفايس؟ يعني يا سيستم وانت بتقوم لو ما قدرتش استنى كام ثانيه, عدت الكام ثانيه ما تحاولش ان انت تعمله ماونتنج تاني, كمل وكمل السيستم بتاعك عادي تمام. والنت ديف ده على فكره في اي حاجه ليها علاقه بالنتورك, يعني في بروتوكول الصمبا مثلا, في الايس كازي, في اي حاجه ليها علاقه بالنتورك مش بروتوكول الان اف اس تمام. هرستارت بقى او اسيب الملف كده تمام. لو قلت له المره دي دي اف ماينس اتش, هو مش معمول له ماونتنج اهو تمام. لو قلت له بقى ماونت مسافه ماينس اي, ما ادانيش اي ايرور وتعمل له ماونتنج بره, ظهر عندي بره دي اف مسافه ماينس اتش, لا ظهر دي تمام. طيب ده لو انا حبيت ان هو يفضل بيرمننت عندي. ايه حوار بقى الروت سكواش؟ سكواش المقصود بيها لعبه السكواش, لعبه السكواش الكوره بتفضل محبوسه كده في اوضه ازاز تمام. ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي لوجد ان على السيستم بايه, على مكنه الكلاينت, انا لوجد ان كروت ورحت للسيرفر كايه كروت. ما هو معنى كده ان الدايركتوري ده سلاش داتا اللي انا رايحه له ده هيبقى عليه اتنين روت دلوقتي, الروت بتاع المكنه اللي اسمها سيرفر والروت بتاع المكنه اللي اسمها كلاينت تمام. وبالتالي طالما انا داخل عليه اساس سيرفر السوري اروت, يبقى ممكن مثلا اعدل في البرميشنز بقى والعب فيه براحتي تمام. انا دلوقتي مدياله برميشن ايه؟ اتاكد بس كده من الملف, انا مدياله برميشن ريد اونلي. طب هديله كده اغير البرميشن واديله ريد رايت وريستارت السيرفيس تمام. لو جيت هنا عند كلاينت هو دي اف ماينس اتش اوريدي شغال. لو جيت دلوقتي ادخل تحت ماي داتا ال اس انا شايفه كل حاجه تمام.
طيب مثلا اتاتش حاجه مش انا واخده رايت اتاتش 4 بيرميشن دينايد بيرميشن دينايد ليه رغم ان انا واخده ريد رايت ايه ده حاجه بقى قبل ما نكمل في حته الروت سكويش سؤال بقى انا دلوقتي لما رحت هناك على السيرفر اللي هناك انا كده بالنسبه له شايفني اثر انا كده بالنسبه له شايفني ايه اثر فلو رحت على السيرفر وجيت اشوف البرميشنز ال اس سلاش داتا ماينس ال مثلا لقيت ان انا واخده على الملفات دي كلها كاثر ريد بس وحتى على الدايركتوري ذات نفسه انا واخده ريد بس وطبعا اكزكيوت علشان اقدر ان انا اصلا ادخل جوه الدايركتوري اسيدي جوه الدايركتوري بس انا مش واخده ريد برميشن فاللي بيحصل ايه انهي برميشنز اللي بتطبق الشيرنج برميشن ولا البرميشنز العاديه اللي هي موجوده اصلا على الفايل سيستم الاثنين او للدقه المور ريستريكتد المور ريستريكتد يعني ايه ده السيرفر بتاعي هفترض كده ان قدامه الحيطه الاولانيه ده بتاعه البرميشنز العاديه ودي بتاعه ايه ال NFS شيرنج برميشنز تمام والكلاينت جاي لي من بعيد الكلاينت جاي من بعيد اول حيطه هيخبط فيها مين تاني دي بتاعه ال NFS شيرنج برميشن ودي بتاعه البرميشنز العاديه البرميشنز اللي هي بتاعه الفايل سيستم ذات نفسه تمام اول حيطه هخبط فيها مين الشيرنج انا واخده في الشيرنج ايه ريد ورايت ما انا غيرت البرميشن انا واخده في الشيرنج ايه ريد ورايت فدخلت بريد ورايت بس لما جيت ادخل هنا لقيت من حق ان انا ادخل بمين بريد بس يبقى الرايت سبتها هنا يبقى التوتال دخلت هنا بايه مين اللي اتبقى لي ريد بس يبقى معنى كده ان البرميشنز مش معتمده بس على الشيرنج برميشن ده معتمده كمان على الفايل سيستم برميشن فعشان اضمن فعلا ان اليوزر ده ليه برميشن كان لازم هنا اجي تحت سي اتش مود وادي له مثلا ماينس ار كمان علشان لو حبيت ان انا اعدل كمان البرميشنز ريكيرسيف وادي له مثلا 666 وخليه 777 عشان الدايركتور ذات نفسه للسلاش داتا تمام ال اس ماينس ال سلاش داتا تمام انا كده واخده برميشنز على الدايركتوري ذات نفسه الاذر واخد برميشنز على الدايركتوري ذات نفسه ان هو من حقه ان هو ايه يرايت المهم عندي دلوقتي ان هو يرايت فبالتالي لو حبيت ان انا اديت او ان انا سوري اتاتش هو لو جيت دلوقتي اكتب في الملفات انا واخده عليها ريد بس تمام لكن لو جيت ان انا اتاتش المفروض كده ان هو المره دي لو قلت له تاتش 4 هيشتغل عادي تمام بس ثانيه واحده انا دلوقتي قلت ان انا وانا رايحه هناك انهي برميشن اتطبقت عليا ان انا كاني اثر مش انا لسه من شويه قايله ان انا دلوقتي رايحه كروت لان انا لوجد ان على الماشين بتاعه الكلاينت از روت تمام طالما داخله على الماشينه بتاعتي از روت هروح هناك برضو ايه از روت تمام معنى كده ان السيرفر بالنسبه للفايل ده هيبقى عليه 2 روت ينفع طب ما معنى كده ان انا ممكن مثلا اغير البرميشن يعني مثلا ممكن اجي هنا تحت سي اتش مود واقول مثلا 777 الملف اللي اسمه 1 الملف اللي اسمه ايه 1 علشان السيستم يحمي نفسه من حاجه زي دي لان طبعا الروت من حقه يعمل اي حاجه فبيروح حابس الروت روت سكواش يحطه في اوضه السكواش بمعنى احنا عندنا ملف اللي هو سلاش اي تي سي سلاش بس دبليو دي تمام الملف ده فيه كميه يوزرز كتيره جدا تمام اللي انا انترستد فيه دلوقتي اللي اسمه ان اف اس طب اجرب كده ان اف اس لقيت هنا في السطر الاخراني ده بيقول لي ان في عندي على السيستم يوزر اسمه ان اف اس نوبادي ده ماب لليوزر اللي هيجي له من بعيد اللي اسمه روت يعني معنى كده روت اللي هيجي من الكلاينت هيماب هيتربط بمين بال NFS nobody معنى كده ان المكنه بتاعه السيرفر شايفه الروت اللي جاي لها من بعيد مش الكروت امال شايفاها مين ك NFS nobody تمام و NFS nobody ده مين قصر يعتبر قصر ملوش برميشن على السيستم تمام
وده الديفولت اتفقنا اللي هو روت سكواش. لكن انا دلوقتي لو كنت قلت له نو روت سكواش، يعني لو جيت هنا تحت سي اتش تحت اكسبورت وجيت هنا قلت له لا ما تحبسليش اليوزر كوما نو روت سكواش، ما تحبسليش اليوزر جوه ايه الاوضه بتاعت السكواش، واجي كده ريستارت بس السيرفيس. تمام. لو جيت على الكلاينت المره دي وقلت له سي اتش مود ده قبلها. ليه؟ لانه دلوقتي بيتعامل مع الروت اللي جاي له من الكلاينت اس فعلا اذا روت على الملفات دي، وده طبعا مش ريكومندد خالص. فاللي انا عملته ده كده كشغل سكيورتي عنك، المفروض ان ادخل جوه الملف بتاع الاكسبورت ده واسيبه على الديفولت اللي هو مين؟ روت سكويش. يا اما اكتبها بايدي يا اما كده كده هو اصلا ده الديفولت. خلاص، في اي مشكله؟ تمام. اخر جزء في الان اف اس، اخر جزء في الان اف اس فيتشر كده او سيرفيس اسمها اوتو فايل سيستم، اوتو اف اس. فكرتها في ايه؟ دلوقتي الكلاينت مش محتاج الفايل سيستم، ممكن يعمل له انماوت. ليه؟ لان السيرفر المفروض انه كل شويه كده بيديتكت على مين الناس اللي محتاجاه له. طب حد دلوقتي داخل على الكلاينت ده داخل على السيرفر وخلاص ايدل بقاله فتره ما بيعملش اي حاجه على الفايل سيستم، الشيرد فايل سيستم ده بقاله فتره، ايه اللي يخلي الفايل سيستم يفضل ماونتد عنده وشاغل اصلا السيرفر؟ طب ما الكلاينت يعمل انماوت، طب هيفضل بقى يعمل ماونت انماوت ماونت انماوت؟ مش منطقي. تمام. عشان كده الكلاينت ممكن يجي عليه هو ويسطب سيرفيس اسمها ايه؟ اوتو ماونتر، او اللي احنا بنسميها في حاله الان اف اس يعني اوتو اف اس. تمام. اوتو فايل سيستم هي مش انستولد، احنا اللي هنعملها دلوقتي انستليشن. فكرتها في ايه؟ ان اليوزر طول ما هو محتاج الفايل سيستم هيبقى ماونتد، اول ما يبقى مش محتاج الفايل سيستم ده هيفضل، يعني لو فضل ايدل باي ديفولت لمده 5 دقائق السيستم لوحده هيعمل انماونت للفايل سيستم ده، للشيرد فايل سيستم ده. تمام. يبقى الاوتو اف اس دي وظيفتها ايه؟ ان طول ما اليوزر محتاج السيرفيس دي او محتاج الشيرد فايل سيستم ده هيبقى ماونتد، يدخل عليه هيبقى ماونتد، اول ما يكون مش محتاجه لمده 5 دقائق لو فضل ايدل لمده 5 دقائق باي ديفولت الفايل سيستم الشيرد فايل سيستم هيتعمل له انماونت. تمام. السيرفيس زي ما اتفقنا مش انستولد باي ديفولت، فهنعمل لها كده انستليشن. هو احنا من شويه كده ما كناش لقينا اسمه ايه؟ لا ما وصلش ريبو. فبدل ما كريته تاني كوبي من 168.1.2.100 على تحت السلاش اي تي سي سلاش ريبو دوت. اتاكد الاول من المسار. /etc ريبو يم ريبو ايه يم دوت ريبوز دوت، كنت انا مسميه هناك على ما اتذكر. الاول اخد كده المسار ده. حاضر. يم دوت ريبوز دوت دي على لوكال دوت ريبو بحطه عندي تحت السلاش اي تي سي سلاش نفس المسار انتر. يس يعني. تمام. الباسورد بتاعته هناك، باسورد اتنقل الاس كده عشان اتاكد سلاش اي تي سي سلاش يوم دوت ريبو نقل. تمام كده. يبقى انا كده جبت الريبو لانستول بقى الاوتو اف اس يم ماينس واي انستول اوتو اف اس. الباكج ذات نفسها اسمها اوتو اف اس والسيرفيس ذات نفسها هي كمان اسمها اوتو اف اس. فبعد ما انستول هعمل لها ستارت.
كده خلاص تمام. الخطوه اللي بعديها سيستم كنترول ستارت اوتو فايل سيستم، ولو حبيت احطها في الستارت اب انيبل يكريت لي سمبوليك لينك اهو تحت سلاش يو اس ار سلاش لب تمام. بعد كده هبم على الملف تحت سلاش اي تي سي سلاش اوتو دوت ماستر، عندي ملف اسمه اوتو دوت ماستر تمام. الملف ده لو دخلت جواه هلاقي فيه هنا اكزامبل، هعمل زيه بالظبط في اي مكان فاضي يعني، ممكن تحتيه على طول، ممكن مثلا في سطر جديد او تحت الملف خالص يعني اي حاجه. السنتكس بتاع الملف ده ايه بالظبط؟ انا عايز اعمله ماونتنج فين، او قبل ما اعدل في الملف ده هعمل بس كده اتاكد دي اف ماينس اتش هو الفايل سيستم عندي ماونتد، وانا احطه تحت السلاش روت ماي داتا، ده المسار اللي هحط فيه الفايل سيستم بتاعي الشيرد فايل سيستم بتاعي. اخده كوبي بس واعمل هنا ان ماونت عشان اخلي اصلا السيستم هو اللي يعمل له اوتو ماونت اول ما نحتاجه تمام. هفم تاني كده تحت الاكس تحت اوتو دوت ماستر واقول له هنا الفايل سيستم بتاعي انا هحطه هنا تمام، وهقول له كريت لي ملف تحت السلاش اي تي سي وادي له اي اسم، سي مثلا هقول له داتا دوت اوتو اي اسم مش فارق معايا. الملف ده دلوقتي انا هكريته وهحط جواه مسار الشير، هكريته واحط جواه ايه، هي حاجه غريبه شويه يعني ملفين مربوطين ببعض. الملف الاولاني انا بقول له ان الفايل سيستم بتاعي احطه فين، تحت سلاش روت سلاش ماي داتا تمام. روح بعد كده خد الكونفيجريشن او خد الفايل سيستم اللي هتحطه هنا منين، من الملف اللي هكريته اللي اسمه داتا دوت اوتو تمام. فهاخد ده كده كوبي واقول له فيم، اتفقنا ان ده ملف اصلا doesn't exist وانا اوريدي اللي هكريته تمام. هكتب فيه ايه بقى الملف ده، هدي له اي كلمه تمام، الكلمه دي هي اللي بتشاور على الشير، يعني وقت ما ادخل على الكلمه دي تمام تحت ماي داتا المفروض ان هو هيعمل لي اوتو ماونت لوحده تمام. وبعد كده السنتكس بتاع الملف هقول له البرميشن اللي انا عايزاها، وبعد كده مسار البرميشن اللي احنا كنا جبناه من شو ماونت مسافه ماينس اي تمام. طيب اديله كده البرميشن ماينس ريد ورايت، ايه هو المسار بتاع الداتا، بدل ما اطلع بقى اكتبه بايدي وخلاص، نقطتين كان ايه داتا صح صح كده تمام. طالما عدلت في الملف سيستم سي تي ال ريستارت اوتو اف اس تمام كده. طيب دي اف ماينس اتش داتا وده ظهر هنا ليه الماونت سلاش او ماي داتا تارجت از بيزي، تارجت از بيزي ليه ماونت باي تارجت از بيزي فوتا ما يظهرش هنا عن ماونت، يا عم عن ماونت anyway توت ماونت معرفش ليه كان بيزي. المهم انا دلوقتي ايه مش عايزاه يبقى ماونت تمام. دي اف ماينس اتش ماي داتا مش موجود اهو، انا عايزه مجرد ما انا ادخل عليه الاقي ايه، الاقيه بقى ماونتد لوحده. هو انا دلوقتي المفروض ان الفايل سيستم بتاعي او الشيرد فايل سيستم هماونت تحت مين؟ ماي داتا تحت باب، تحت ايه؟ باب، دي الكلمه اللي كنا استخدمناها في الملف الثاني، ده المسار اللي كنا استخدمناه في الملف الثاني. انتر سي دي باب ليه؟
جاست بس انا دلوقتي بعد ما رفض المره اللي فاتت جاست بس كانت السيرفيس مهيسه عملت لها ريستارت مش اكتر. تمام. بعد كده اول ما قلت له سي دي مسافه ماي داتا سلاش باب دخلني فعلا تحت باب رغم ان المره اللي فاتت قال لي doesn't exist. تمام. لو قلت له المره دي دي اف مسافه ماينس اتش ده جابه فعلا اهو لوحده من غير ما انا اضطر ان انا اعمل ماونتنج بايدي. تمام. زي ما اتفقنا لو انا فضلت دلوقتي 5 دقايق باي ديفولت ايدل هيعمل ايه؟ unmounted الكلام ده. تمام. طب لو انا حبيت ان انا اعدل الديفولت vim slash etc auto file system enter مش انت auto dot master لو نزلت تحت هنا كده لا مش هو ده المسار. المسار فين؟ autofilesystem.conf autofilesystem filesystem.conf انتر لقيت ان التايم اوت ده اللي بقول لكم عليه اللي هو ايه 5 دقايق باي ديفولت. ممكن ان انا اعدله هنا بس يعني مفيش سبب قوي يعني ان انا اعدله. يبقى انا مش محتاجه حتى ان انا اضيف الكلام ده تحت ملف الاف اس تيب. تمام. في اي مشكله كده في الجزء ده؟ خلاص.